هناك الكثير من التوصيات التي يذكرها علماؤنا، أهم تلك التوصيات هي لنتحدث مع الله عز وجل بطريقة ذلك العارف الذي يقول: أنا حينما أدعو الله وأناجيه أدعوه بلسان محمد صلى الله عليه وآله، لأنني حينما أقرأ المناجاة الشعبانية ربما لا أفقه ما فيها، وحينما أقرأ بعض مقاطع دعاء كميل أجد نفسي أصغر من أن أتحدث بين يدي الله بهذه الطريقة التي تحدث فيها أمير المؤمنين. فالوصية الأساس هي خاطب الله عز وجل بتلك الشفرات وتلك المعادلات التي ربما لا تفهمونها، لكن الله عز وجل يغدق عليك من المحبة والعطاء ما لا يدرك ضمن الموازين المادية، لأنك لم تخاطبه بلسانك وإنما خاطبته بلسانهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ويوصون أيضا علماء الأخلاق بأننا حينما نخاطبه عز وجل لنخاطبه بكل عفوية، لأن العفوية تصنع الصلة الصادقة بين يدي الله. هل تعلمون ما هي مشكلتنا؟ مشكلتنا أننا لا نشعر بلذة الدعاء إلا حينما نكون منكسرين من شدة البلاء ومن شدة المصيبة، لكننا نستطيع أن نصنع علاقة دائمة مع الله حتى في حالات الفرح وحتى في حالة الاستقرار النفسي، لأن هذا كله من الله والاستقرار من الله، كما أن جبر الكسر بيده عز وجل.